الهريسة التونسية عنصر هوية لتراث الطهي الوطني وأحد أعمدة التماسك الاجتماعي وعنصر موحد لبلد بأكمله، عوامل جعلت الأكلة الأشهر في تونس ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي غير المادي. في ديسمبر 22 تونس دخلت عالميا بالهريسة، وهذا تتويج لتونس ككل، معناتها مش النابل بالطبيعة واحد. تتويج دولي كان وراءه جهود العائلات التونسية التي حافظت على تقليد أعداد الهريسة خلال عقود، حرفة تتوارثها الأجيال لا سيما بمنطقة المعمورة في نابل التي تستضيف مهرجان الهريسة والذي يقام في نهاية أكتوبر من كل عام ويجتذب حشوداً من عشاق هذه الأكلة. تعلمت الهريسة على أمي وعلى جدتي قبل، كبرت قعدنا نعملوا الهريسة، نحافظوا عليها ونعلم فيها لولادي ولبناتي باش ما تندثرش وما توفاش، خاطر ما نجموش ناكلوا بلاش هريسة. الفلفل الأحمر هو المكون الأساسي للهريسة والذي يجفف في الشمس بتعليقه على واجهات المساكن قبل أن يتم تقطيعه وقشره ثم غسله بالماء وتجفيفه، ثم بعد ذلك يتم عجنه ووضعه في علب لتخزينه. الهريسة ليس فقط الطبق الرئيسي على مائدة العائلة التونسية، بل مصدر رزق لكثير من التونسيات التي يصنعن الهريسة ويبيعنها في الأسواق المحلية والعالمية.